شعب مصر العظيم، إن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثاً غاية في التعقيد، بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين. هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم، وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري، وكانت التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما تستطيعه قدرتنا. وعلى الرغم مما سبق، فإنني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلاماً لأبناء الشعب، لا سيما محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً الذين يخوضون كفاحاً يومياً هائلاً نقف أمامه داعمين ومساندين لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم ومواجهة ارتفاع الأسعار. وأؤكد أن التزامنا بمسانداتهم والوقوف معهم هو التزام ثابت من الدولة ولم يتغير. ودعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتردد من دعاوى مضللة تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة والمشاريع القومية والتنموية التي تمت. وفي هذا الصدد توجد أسئلة كاشفة يجب طرحها علينا جميعا. فهل توجد أزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة في العالم أم لا؟ وهل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدما على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة، ربما منذ أزمنة الكساد الكبير والحربين العالميتين أم لا؟ ألم ينتج عن تلك التداعيات ما يعرف دولياً الآن بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة؟ أليس من المنطقي والطبيعي بل والمحتوم أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة ونحن جزء من الاقتصاد العالمي وزاد اندماجنا فيه بقوة خلال العقود الأخيرة؟